انا مريضه، راني هربه ربي وليكم والله تعالى، حتى داووني راه فيا لاني ديسكال وراه فيا داك المرض، ما تبان تحرك وليداتي مساكين قاعدين بلا خدمه بلا حياه، قاعده في دار الكوزينه، قاعده في الضيق، قاعده في الروبينه، قاعده مول دار توفى في 5 شهور، ملي توفى راني عالي وراه. الوالده تاعي مش طايقه تنوض، والله ما هي طايقه، راهي بزاف والله ما هي طايقه، راهي تعاني راهي تعاني والله، ما ترقد الليل توشي لها العظم، رقدوا رقاد والله ما نرقدوا، عاونونا يا المحسنين عاونونا. الوالده راهي مريضه وعندها مرض سرطان، ما وصلنا شكون يعاونونا، الناس محسنين واللي فيهم خوف ربي يجي يعاونونا شويه، ما طقناش حين ما نجبدوا عينا ما نجبدوا ما كاش. حنا جيران نعاونوهم، مضرين نعطوهم الماكله، ومريضة مسكينة بمرض خطير، طالبوا إن شاء الله المحسنين يعاونوها بهذا المرض. طالبوا من السلطات ربي وليكم حتى تعاونوني، ما وليداتي ما نحكوش، خصني ليك وخصني كل حياة خاصتني، مما صبان تحرك راني قاعدة تيقلبوني بان تقلب، ما صبان تحرك يا رب أني هربة الله تعالى وليكم، أنا هذا ما أنا طالبة منكم.